أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أبدأ وعليه أتوكل وبه أستعين. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. من قالها تصعد فتدوي تحت عرش الرحمن كدوي النحل في الخلية، فتناديها حملة العرش اهدئي يا لا إله إلا الله، فتقول كيف أهدأ وأستقر وربي لم يغفر لقائلي، فينادي المنادي من قبل الحق جل وعلا أبلغوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو أنني لم أغفر لقائلها ما أجريتها على لسانه. أصلي وأسلم وأبارك على نبينا المصطفى إمام العلوم وبحر الوفا، أرسله ربه بالهدى ودين الحق، فعلى يديه الحق قد اكتفى، كرمه ربه واصطفاه وجمله وجعل الصلاة عليه فيها الشفاء. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا بحر جود لا يكف عطاه، يا بلسما يشفي الجروح حنانه، يا ناطقا للحق ما أبهاه. جعل النعيم لمن يحب محمدا، أكرم بأحمد جل من رباه. من لليتامى والأرامل كافل، من باسم رب العرش قد قرن اسمه، صلوا عليه يا مسلمين وسلموا، إن النبي قد صلى عليه الإله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك، وإذا نابك كرب فاصطبر، وادع مولاك وجفف أدمعك، ما لنا إلا إله واحد، فاسأل الكون وقل من أبدعك، واسأل الطفل جنينا في الحشا من رعاك الآن من ذا أشبعك، واسأل البدر مطلا في الدجى باعثا أضواءه ما أروعك، واسأل الصبح تجلى مسفرا بعد ليل حالك من أطلعك. سل رسول الله، سل رسول الله، قل يا شفيع الخلق من قد شفعك، إنه ربي إله واحد، كن مع الله يكن ربي معك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما على من اتخذه الله من أشرف قبيلة وجعل الصلاة والسلام عليه أكرم فضيلة. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، خلق الله رأسه من البركة وعينه من الحياء، أذنيه من الغيرة
شفتيه من التسبيح، لسانه من الذكر، أسنانه من اللؤلؤ، ريقه من عسل الجنة، وشعره من نباتها، وعرقه من مسكها، وعظمه من كافورها، عضديه من القوة، كفيه من الصدقة، قلبه من الرحمة، إنه رحمة الله للعالمين. من صلى عليه سيغنم، لكن من لم يصلي عليه سيندم. والذي تطفأ عنا بشفاعته حر جهنم، والذي قدمه في الصخرة علم. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، القائل صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. القائل صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وحفظ للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يا سادة الحضور الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة في هذا المحفل القرآني العظيم، فرحة آل عبد الهادي عامر. تقدم جميع عائلة عبد الهادي عامر بقفر النعمان، وعائلات أصيلة بميتشنا، بخالص الشكر والتقدير لكل من لبى دعوتنا وجاء وشاركنا في فرحتنا. وعنهم الحاج محمد عبد الهادي عامر، استاذ رضا عبد الهادي عامر، حاج احمد عبد الهادي عامر، الشيخ عبد الهادي عامر، حاج محمد الشحات اصيلة، الذين تقدمون بوافر من الشكر لكل من شرفنا في هذه الليلة القرآنية. وجئنا بدعوة كريمة من الاخ الحبيب الذي نشكره ونسأل الله ان يوفقه، انه في دولة باكستان، الشيخ هادي رضا شلبي، والاخ الحبيب الشيخ عبد الهادي عامر. يحضرنا في هذه الليلة القرآنية المباركة اعلام الإذاعة المصرية، يحضرنا قارئ اذا نظرت في وجهه رأيت القرآن، رأيت حب رسول الله وحب آل بيت سيدنا رسول الله، القارئ الملقب عالميا بالغيور للقرآن، وقارئ الساحات الطاهرة، قارئ مسجد سيدي ابراهيم الدسوقي بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، ونقيب قراء كفر الشيخ فضيلة القارئ الشيخ احمد عوض ابو فيوت، قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي. ويحضرنا ايضا المبتهل بلبل وقروان الاذاعة المصرية، الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. ويحضرنا يلقي علينا الكلمة الشيخ عثمان احمد عثمان. هيا بنا نستفتح هذا العرس الجميل بالقرآن الكريم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، فقال: اقرأ عليك وعليك نزل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: احب ان اسمعه من غيري. هيا بنا نعطي القرآن لأهل القرآن مع العلم القرآني الإذاعي الشهير، ونقيب قراء محافظة كفر الشيخ فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوت، فليتفضل قارئنا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
الذين خلوا من قبل
الله نور السماوات والأرض الله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح وقدمي
الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض السماوات والأرض مثل نورك كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها يسبح له فيها بالحمد
يسبح له في باب الغدو والآصال يخافون يوما تتقلب
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. سيدنا يا قرآن من أهل الله يا جامعة العلم والله سريع الحساب. عليك يا مولاي. عليك. والله سريع الحساب. والله سريع كظلمات في بحر لجي يغشاه موج. يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض
اهليك. فيوم والله يا قران من اهله يا سيدنا. انا مش شايف شعبهم منسجم يا سيدنا والله. وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل من السماء فيها من برد فيصيب به من يشاء يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يقلب الله الليل والنهار. يقلب الله الليل والنهار. ليه
يخلق الله ما يشاء ورحمة
ومن آياته الله نور السماوات والأرض الله نور والقرآن نور وحضرة النبي المصطفى نور وليلة القرآن إنها نور زهى النور لما تجلت آية الهدى وعدت حدود السعد خدا موردا تغرد به جبريل من فوق السماوات العلا حباك الله يا قارئ الهدى بأعظم تنزيل على النبي محمدا وهكذا أيها السادة الحضور الكرام من هاي سورة النور وسورة الروم تلا علينا العلم القرآني العزائي الشهير ونقيب قراء محافظة كفر الشيخ وقارئ الساحات الطاهرة قارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي في هذا المحفل القرآني وفي هذا العرس القرآني من بيت آل عامر نسأل الله أن يجعله بالقرآن دائما عامر في ليلة عرس آل عبد الهادي عامر يتقدمون جميع عائلات عبد الهادي عامر بقفر النعمان وعائلات أصيلة بميتشنا بخالص الشكر والتقدير لكل من لبى دعوتنا وجاء وشاركنا في فرحتنا وعنهما الحاج محمد عبد الهادي عامر استاذ رضا عبد الهادي عامر حاج احمد عبد الهادي عامر الشيخ عبد الهادي عامر حاج محمد الشحات أصيلة وجميع كل عائلات عامر وأصيلة وكل رجال هذه البلدة الطيبة كفر نعمان وميتشنا أشكر لحضراتكم وللسادة الأعلام أهل القرآن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله البيت الذي يقرأ فيه القرآن يزداد في رزق أهله البيت الذي يقرأ فيه القرآن يشع منه نور يخرج إلى عنان السماء ببركة القرآن الكريم.